قصدي يعني مفيش رجاله على العدد. يعني ايه يا بيت؟ في احصائيه بتقول لك ان كل اربع ستات قصادهم راجل، يعني المفروض الراجل يتجوز اربعه، انما دلوقتي اللي بتتجوز لها راجل بتقفش في امه اكنها قفشت حرامي، خلوش يشوف اي انثى والله، ده ما بيزورش امه. ده ممنوع ياكل اللحمه عشان اللحمه انثى، شوف شوف الخيال. دي قصه حياتك بجد دي صح؟ يا عيني بتعاني انت بتعاني. لا لا مبسوطه. اه باين على وشك يا عيني. مبسوطه يا اختي. اه يا بنت. فما فيش، فالراجل يتجوز اربعه طبعا. لا يا بنت يعني انت مع ان الراجل يتجوز اربعه؟ ايوه طبعا. ازاي يا بنت؟ اللي زي مش شرع ربنا؟ طب اثبتها لك كمان بالدليل العلمي. ازاي يا بنت؟ تعالى اقول لك يا بنت، العربيه بتمشي على ايه؟ على اربع كاوتشات. اها، في عربيه بتمشي على كاوتش واحد؟ يا بنت بس لو الراجل اتجوز اربع فرد مش هيقدر يمشي. مش مهم. ده مش بعيد ما يقدرش يقعد على الكنبه والله. ده يا دوبك يشوفهم كده يبص ويروح مباي باي ونايم. مباي باي؟ اه والله. بس مش قصتنا، اهم حاجه يتجوز اربعه ابقى ضامنه انه مش هيبص بره. لا يا حبيبتي. وتضمني منين يا حبيبتي انه بعد ما يتجوز اربع فرد ما تقفشهوش مع واحده تقولوا له مين دي؟ يقول لك دي الستيفن. ايوه صح. بس هيبقى معذور، هتلاقي فردة ريحت ولا حاجة. احنا بنريح بدري بصراحة، احنا بعد الجواز يا اختي بنريح راحة غريبة فعلا. يا بنت عندك حق، انت خدت بالك وزو ريحت ازاي؟ اه دي قوي. ده ما بقتش تخش من باب الفندق. نبي بقت تطلع بونش على المسرح على طول والله. المسرح احنا السنة الجاية نعرض على كتفها اكبر. اه اه ده بيقول لك هيعملوا نافورة في الكتف التاني. الله اكبر الله اكبر. ليه بتتكلمي في السياسة ليه وتجرجريني؟ الله اكبر عليك. ايه حلويات دي؟ ايه حلويات؟ ايه مالك؟ ونش ايه؟ مين انت اللي بتطلع بالونش انت وهو؟ هي اللي قالت مقصوفه الرقبه. انا معاكي. هي اللي قالت؟ ما تلاقي منها نفسك. انا ما بطلعش بالونش يا حبيبي. امال بتطلعي بايه؟ اسانسير البضايع. اسانسير؟ انت احنا قومناكي من على الشيشه. اه شيشه. الله يكون في عون البضايع. لموا نفسكم. ماشي حاضر. الله اكبر، ساعتين بتعدي المسرح. الله دي يتفرج عليها لما تركب نمر دي. نمر بقى وعارف الكلب اللي بيحرك راسه ده يبقى مفودانها هنا ايه؟ ضيقه. معلش يا سيدي بتاعت البني ادمين، انما التريلات تعدي من الواسع. الله يكون في عون جوزها. جوزها؟ ده جوزها يا جوز لحكم المقطوره يمشي على 16 كاوتش. اه والله ده يعني ده اللي بيشوفه ده يعني كتر خيره. اه والله كتر خيره. عجائب الدنيا ال 15 فيه. ما شاء الله. اه يا بت والله بس فعلا فعلا احنا بنريح قوي بعد الجواز. بس انا مش قصدي الراحه بتاعتها، مش راحه الوزن يعني. امال راحه ايه يا بت؟ الراحه بنتغير. اه يا بت فعلا والله الستات بتتغير بعد الجواز. قبل الجواز تلاقيها حتى الاحمر والاخضر والاصفر، بعد الجواز بتطلع له بدقنها عادي. ما بدقنها. طب هو غريب يعني عشان احلق له داني كل ما اخلص؟ ما هو جوزي. ما هتطلعي له بدقنك هيبص للغريب يا حماره. يبص ولا يتنهى بس يشوفني بكل حالات. ما هو حالاتك مقرفه. مش مهم. بس برضه يا اختي ايه؟ ما هو الرجاله برضه بيتغيروا بعد الجواز. ازاي يا بيه؟ عشان ما نظلمش يعني، مش الستات بس، الرجاله برضه بعد الجواز بيتغيروا تماما. ازاي يا بيه؟ بيبقوا جد قوي قبل الجواز، بيبقى عليهم محن، الله على محنهم قبل الجواز. ممحونين قوي ما شاء الله عليهم. تلاقي الواحد يكلم حبيبته، ايه يا حبيبتي؟ إيه انت فين؟ تقول له داخله المطبخ. يا طب طمنيني عليكي وانت خارجه. يا محنو يا داخله كمين ليه؟ طب مستفز. لا وبعد الجواز بقى تكلمي تقول له انا رايحه العريش. ما تغوري ولا روح، انا سواء في جو هاجي اوصلك. يفرق تليفون شهر عشان ما يردش عليه. صح يا بنت. بيتغيروا برضه. لا لا بس الستات برضك يعني مش امارات. اه بصراحه. والنبي الستات بيعشقوا النكد. اه والله العظيم النكد عندهم هدف كده نفسهم يوصلوا له. خدت بالك اللي سفر ده جاي من غير مراته. راح حاطط صباعه في بقه وراح مدي واحد. انا قاعد حر دلوقتي. غلبان ما اعرفش ان ده بيتصور وهيتذاع. مبروك كسبتي يمين الطلاق. ده هيتنفخ ده. راح تضحك تعالى. يلا يا عيني ينضم لنا. مش يا عيني عليه فعلا. لا والله والله الستات بيعشقوا النكد. ده حق يسفر والله. النكد ده رساله عندهم. ده هدف يا بت. ده غايه. ده النكد عندهم غايه. والنبي غايه. انا مبواوي. دي ما تاكلش بس تنكد. والنبي بالنكد. ده بنكد عندها بصي بتاخده سلم كده زي سلم النجاح.
وتوصل لقمه النكد. ده لو في ميداليه في النكد هتاخدها. والنبي والنكد لا بتاخده درجات عشان الراجل برضو ايه ما يتاخدش في النكد مره واحده. ازاي يا بنت؟ النكد بيبدا عندها بيوم يا بنت. يوم الفرح يا بنت تلاقيها منكده على ام الفرح. ايوه اصل شعري اتحرق في الكوه فين؟ اصل البودي كير اصل البودي كير ايه؟ ما اللي تقول بادي كير دي ترمي عليها اليمين من الفرح وتمشي. نبي يا بت يبقى يوم حزن عليه وعلى امه يوم الفرح. أيوة. يعدي يوم الفرح تخش على شهر العسل. أيوة. اصل انا بعدت عن بابا، اصل انا بعدت عن بابا وهي ساكنه معاهم في الشقه في الاوضه اللي جنبهم. بس قال ليه كده بعدت يعني؟ يخلص شهر العسل تحمل 9 شهور نكد بقى تقعد تقول اصل انا هرموناتي متغيره، اصل انا تعبت. انت بتحكي دي قصتك انت بقى بجد صح؟ مش عارف تقولها بشكلك فتنكرت وايه بمثل. هتضربيني بالشبشب وانا بمثل برضه. فضفض فضفض يا صاحبي فضفض. مالك في ايه؟ فين الابتسامة بتاعت زمان؟ أنا تعبان أوي يا حمدي. معلش يالا في ايه؟ تعبان يا علي أنت مش غريب يا؟ هو أنت لوحدك يالا؟ انت مش شايف يعني ده ربيع طلع شعره وكريم خلاص طلع كرش واسس كله اتدمر. يا عيني والنبي يا عيني اجيال بتموت. هي عمليه فدائيه وبنعملها، ما تنتظرش الثواب في الدنيا. يا ابني احنا بنتجوز بنقول عوضنا عليك يا رب. ما في الشباب بيروح والزحمه بس مبسوطين ويقول لك نرجع برضه نقول كلام حلو. مبسوطين. ما انا لازم اقول كده بس مراتي موجوده. موجوده. ما تقلقش ما تقلقش بس هي ان شاء الله مش هتصدق كل الكلام ده. ايوه ايوه ده تمثيل اكل العيش. اكل العيش اللي بتاكليه توست يا اختي. والنبي بص لابسين ايه عشان نجيب جبنه ولانشون والله. ده لبس اللي بيبيعوا جبنه اصلا. معلش والله ويقول لك اتجوز كمل نص دينك، ده الواحد بيخسر دينه كله والله. دينه كله كله. استغفر الله. يلا معلش هتكفر يا ولية. الحمد لله الحمد لله يا بيه. الشهادة الحمد لله الحمد لله. طب اجيب سكينة نقتل بعض؟ ما انت كرهتيني في الحياة يا ولية. الحمد لله ما انت اللي فتحت. انت اللي فتحت. انت اللي فتحت بقى. يلا الحمد لله.